Bon, بالنسبة لإكزرسيس 5 سي تري سامبل، عندي فيه جوج ديال لي كيسيون. الكيسيون الأولى هو أنني نكتب واحد البروغرام بألغوريتم كي أفيش سولون لو كا، سولون لو كا، يعني شغادي نستعمل هنايا ستركتور أ شوا ملتيبل. لا ناتور دون لتر، يعني الطبيعة ديال واحد الحرف، يا إما هو حرف ساكن أو متحرك، كونسون أو فويال. correspondant à une touche saisie يعني فيما نكليكي بال ندخل واحد الحرف هذا وهذا البروغرام يقول لي واش هذا حرف ساكن او متحرك وهنا عطينا لي فوايل سون يعني الحروف المتحركه شنو هي ا او اي او يو اي غريك داكوغ ومن بعد هذا نحولوه لونغاج باسكال دونك هنا ديجا خدمتو باش ما نضيعوش الوقت في الفيديو دونك عندي هذا خدمناه بال عادي يعني بسيسينو سي امبريكي داكوغ باش يبان مزيان دونك هنايا ديكلارينا انا غادي ندخل ياك غندخل حرف واحد دونك نخدموه اونصومبل ماشي مشكل algorithme غنسميه nature lettre غادي نديكلاري بفاريابل فاريابل واحد غير فاريابل واحد دونك نسميوه ال lettre دو تيب ماشي اونتي ماشي غيال دو تيب كاركتر داكوغ دو تيب كاركتر كاركتر كيما قلت لكم كاركتر يعني غير حاجه وحده يا اما حرف واحد يا اما رقم واحد يا اما اشاره وحده اكسيتير داكوغ دونك غادي نبداو نديرو هنايا نبداو بالبارتي كور ديبي غنخدمو حنايا بسولون كا داكوغ دونك غنديرو واحد لانستركسيون اللي باش تطلب ليا من المستعمل انه يدخل ليا واحد الكاركتر نولي اونتري ان لتر سيل فو بلي سيتو الميساج بوان فيغول سيزير هاد لو لتر هادا لي سميناه ال بوان فيغول دابا غادي نستعملو اشوا ملتيبل سولون هذاك لو لتر على حسب لتر اللي عطيتيني شنو كاين عندي الحاله الاولى الحاله الاولى الا دخلتي ليا ا لاحظوا في ليكزيرسيس ديال لي موا بلوتو ايام الاسبوع ملي كندخل له واحد تيعطيني مثلا لاندي جوج مغدي اكسيتيرا كندخل واحد فحال هكا كنكتبها فحال هكا لكن هنايا لا بويسك هذا سي ان كاركتر قلنا تنديروه ما بين جوج ديال لي زابوستروف الا دخلت لك ا هذه شهر 16 مات اذا دخلت ا دونك ايفا افيشي شنو يقول لي بلي هاد ا هو فوايل حرف متحرك داكوغ الكا الثانيه الا دخلت او غادي يبين لي يقول لي بلي هاد او الى دخلت اي شنو غيقول لي فويل الى دخلت او افيشي فويل او او ايغريك هي بيان صافي سالينا عندنا في الحاله الاخرى يعني الا ما دخلش له حتى شي حرف من هادو سينو باردون كا سينو كا سينو في الحاله الغير شنو غادي يقول لي يقول لي بلي هذا الحرف راه كونسون حرف ساكن داكوغ
فان سولون صافي سالينا الشروط ديالنا نديرو فان سولون فان دو بروغرام نديرو فيريفيكاسيون ما كاين حتى شي ايغور ديال ليكزيكسيون ديالي ندخل مثلا واحد الام باغ اكزومبل كونسون حرف ساكن ندخل ان باغ اكزومبل حرف ساكن ا فويال E voyelle. Donc il a d'autres choses caractères, par exemple langue maximale dépasse. Un autre caractère, يعني كي قبل حاجة واحدة, إما O بوحدة, إما K بوحدة, إما F بوحدة. أنا دخلت له ثلاثة. Donc ماشي هذا ماشي caractère, هذا ولا chaîne de caractères. Donc قال لي longueur maximum dépassée, يعني راه كيفتي الحد. الحاجه اللي كنلاحظوا في هذا ليكزيرسيس هذا بلي انا كي يعطيني هنا نفس الميساج فويال 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 ممكن نختصروا هاد السطوره هادو كاملين يعني مكتوب السطوره كاملين نجي هنا نكتب في نفس السطر نقولوا الا دخلت لك ا ولا او ولا اي ولا اي غريغ pardon ولا y ولا u هات لينا o دونك فوالا دونك يجمعو فحال هكا في السطر واحد نقولو الى دخلت لك شي حرف من هاد الحروف غادي تقول لي بلي هذا سي ان فوي سينو سي ان كونسون ندير باغ اكزومبل جي ندير باغ اكزومبل اف او واي اي فوالا دابا هذا غادي نديرو ليه الترجمه ديالو بلونغاج باسكال دونك غنجيو نفتحو دونك هذا هو البروغرام ديالنا كتبقى لنا دابا مساله الترجمه غادي نترجمو من الالغوريثم لونغاج باسكال دونك الالغوريثم غنبدلوها بروغرام فاريابل فار ديبي بيغين افيشي رايت الين سيزير ريد الين سولون كيز اوف هادكا غادي نحيدوها ما كنديروهاش في لونغاج باسكال افيشي قلنا رايت الين كا سينو غادي نبدلوها بالز وفان سولون وفان بلوجون غادي نديرو اند